يا كابتن، يعني الجهاز الفني يجيبهم منين؟ معلش بس انت عندك برضو لعيبه. رشح يا كابتن، يعني انت اقول في الدوري المصري في فلان زي متعب زي عمرو زكي زي حسام حسن، مع انا في احترامنا وجهه نظر الابطال ان عمرو مرعي الحقيقه لازم ياخد فرصه. عمرو مرعي متابعه في محترف الدوري التونسي، طبعا ولسه بيجيب اجوان، ويمكن الاسبوع اللي فات هداف لسه. الدوري هناك. طبعا يعني اعتقد يعني امتى خد هياخد فرصه مع كوبر. مع كوبر؟ احنا دلوقتي مع مين؟ معلش بقى كوبر اكيد هم هيشوفوه، بس انت شايف ان ده واحد ماشي واحد من الناس كويس اللي هي ممكن تاخد. عمرو مرعي، مين تاني؟ عمرو مرعي طبعا، احمد علي برضو الفتره اللي فاتت. هياخدوه اكيد لان هم عينهم عليه و... شايف يعني الحقيقه كده، يعني معظم، يمكن انا مش محضر دلوقتي الفراوده كلهم يعني. عندك فيرود وجاي مركز على للاسف الحته دي. يعني مش متابع قوي يعني لكن للفراوده هي قوي، في لكن ندره فعلا يا كابتن في الفراوده، مش دلوقتي بس، احنا منتخب مصر بنلاقيش فيرود نلعب بيه في الفتره اللي فاتت، في حته ندره الهجوم دي شايفها ازاي؟ والله مش عارف، دي مشكله كبيره يعني. حتى لما في النادي الاهلي، لما اجي ابص على الدكه او هجوم النادي الاهلي، بلاقي مثلا ازارو، صلاح محسن برضو لسه صغير، مروان محسن اصاباته كتير وبرضو بيبعد، ادي ثلاثه اللي هم اللي بعديهم برضو احمد ياسر ريان. الحقيقه انا كنت بلعب في الاهلي، لا يعني كان حسام حسن، كان علي ماهر، كان كوشري، كان محمد فاروق، كان احمد بلال، كان اسامه حسني، وكان لسه عماد كمان كان طالع. يعني الحقيقه كانت يعني مشكله كبيره جدا طبعا.